السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. النهارده عند الاخلاص عامل لنا عرض ما اتعملش. النهارده هيبيع لنا الثلاث عبايات ب 100 جنيه. النهارده معانا شغل الترندات كله القطيفه يا جماعه هتلاقوه موجود هنا. احنا موجودين فين؟ في العتبه عماره العوامر يا جماعه جنب مول القدس. اتفرجوا على الفيديو كامل لان في مفاجات حلوه جدا، تلبيس كبير وحاجات كلها لوكسيات. العنوان بالتفصيل هتلاقوه في اخر الفيديو. بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عروضنا واسعارنا النهارده. النهارده الثلاثه ب 100 جنيه. الثلاثه ب 100، ثلاث عبايات ب 100 جنيه. ثلاثه حلويات. بص شغل بالصلع كل ده ثلاثه ب 100 ب 290 حاجه 130 جنيه يا جماعه. كل ده معانا على 120 جنيه. عبايه القمر دي 100. توحدوا الله وصلوا على النبي كده. 65 حرير واللي جاي حاجه ثانيه. 95 جنيه يا جماعه. بصوا يا جماعه ملحفه قطيفه عامله كام؟ 95 جنيه. تمام. ده ب 310 يا جماعه. بصوا كله لحد 4 اكس يا محمود موجود يا باشا. قال لك حكايتك 60 جنيه يا جماعه. قال لك عروضنا وبتخلص. 89 جنيه. 103 ب 100 وال3 ب 100 يا جماعه عشان يبقى معانا 65 جنيه. 50 جنيه. ده شاد درس رسمي. 250 جنيه حرير. ده 6 اكس و7 اكس و8 اكس و9 اكس و10 اكس. كام؟ ورينا ظهرها كده. كل ده لحد 10 اكس 75. حلو قوي. كام دي يا محمود؟ 105. والصلاة على النبي. تمام. عباية زي كده يا جماعة دي ده لون. تمام. 86 جنيه. أستاذة عشان الدرع الجديد ب 230 جنيه. ب 230 75. 2 اكس ل 6 اكس. و60 بألوانها. 3 ب 100 موجود. حلو قوي قوي. لا بكام يا محمود؟ بكام يا رنا؟ كله 89 جنيه يا جماعه. الوانها كلها موجوده. 85 جنيه. تسلم. 170 جنيه برضه. 80. تمام. رزق العرايس والحبايب. 60 جنيه. ورق قدام بخروج. قطيفه الخروج النهارده على الابيض عشان النيه بيضة. طب والله حلوه جدا جدا. تسلم. معايا ولا معاهم؟ لا مع الناس طبعا. الله يبارك لك. بتاع 100,000. 280 يا جماعه. 80 جنيه. سلطان يا غاليه. السلطان. 52 جنيه. 90. انا شغال. ده لحد 5. 90 جنيه. 90 جنيه. بصوا بصوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. الإخلاص بيقول خد مشغول صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيك يا محمود؟ نورتنا والله. والف الف مبروك للدرع يا باشا. الله يبارك فيك يا محمود. الله يبارك فيك يا رب. الدرع مليون باذن الله. الله يخليك يا محمود. انتوا برضو من شركاء النجاح معايا يا محمود. الله يخليك. هنبدا بايه النهارده؟ تعملنا عرض جامد. عرض بص مفاجآت. تمام. قال لك اللي فات مات واللي جاي كله براندات. تمام. شغال؟ شغال. بص يا باشا نخش بقى جوه هنعرض لكم الشغل كله ورواقه وحته حته موديل موديل. تعالوا بقى لان جوه ما شاء الله اللهم بارك قال لنا هعمل لكم عرض جامد النهارده. قال لي يا مكه في عرض جامد وهنصور النهارده شغل جديد وكتير قوي واسعار حلوه. وقال لي هنبدا كمان الثلاثه ب 100. كملوا الفيديو للنهايه وما تنسوش لايك وشير وتصلوا على النبي في التعليقات وتوحدوا الله. هوب رجعنا لكم. اللي فات مات واللي جاي براندات. اللي فات مات واللي جاي براندات. شغال؟ شغال يا ست الكل. عندي عرض زي كده لما اجيب لك حاجه زي كده تلبس 100 كيلو 95 كيلو. لما اقول لك الواحده ب 300 جنيه تقول لي ماشي يا محمود ارخص سعر ايه في مصر؟ تمام الكلام؟ بس انا جاي اقول لك النهارده الثلاثه عليهم عرض. ثلاث عبايات عليهم عرض النهارده. مش هقول لك 150 العبايه 150 ولا اقول لك ب 75 ولا 65 ولا 35 جنيه. انا جاي اعرض لك العبايه دي النهارده الثلاثه ب 100 جنيه. الثلاثه ب 100. ثلاث عبايات ب 100 جنيه. ثلاث عبايات ب 100 جنيه يا جماعه. بس هياخدوا الثلاثه على بعض. الثلاثه على بعضهم. تمام مش بالقطعه. الثلاثه ب 100. بصوا هي لون واحد يا محمود. لون واحد يا باشا. الثلاثه ب 100 يا جماعه. ثلاثه ب 100. تسلم ايدك. تمام. ثلاثه ب 100 وخلاص. موديلات الثلاثه ب 100 يا جماعه. كل ده الثلاثه ب 100. تمام. قال لك فاضي ومشغول. صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الثلاثه ب 100 يا جماعه. بصوا كده معانا بقى. قال لك يا باشا بص. قال لك شغال في ناس بتتباع ب 90 وب 110 و120 عندي ب 130 جنيه تلبس 120 كيلو. تمام يعني دي معانا ب 130. 130 افرد لنا من الشماعه يا محمود. ارفع لنا من الشماعه. بصوا دي ب 130 جنيه يا جماعه. تسلم ايديك. حلو قوي وتنفع منتخبات كمان. قال لك شغال ب 130. شغال يا باشا ب 130 جنيه. عندي حاجه زي كده عامله 120 جنيه. بصوا كده ب 120 جنيه. عبايه القمر دي ب 120. شغاله يا باشا. تمام يا محمود. الكميات من هنا للكتكات موجود. يعني موجود كميات كتير. ب 120 جنيه. الوان مختلفة. تمام يا غالي. دي في منها الوان. الوان كلها بص الميديو مستردة احمر كل الوان. والاسود ثابت. حاجة زي كده ب 165 جنيه. 165 حرير. قال لك اللي فات مات واللي جاي كله براندات ب 165 جنيه. 165. شغال. تمام يا محمود. المقاسات كلها عموما لحد 3 4 اكس. صح كده. كل الموديلات اللي هتشوفوها 3 و4 ان شاء الله. تمام. بص اللي جاي بقى يقول لك مكتب الاخلاص. قال لي ناسه مكتب الاخلاص هو اساسه. شغال. تمام. شغال ب 155 جنيه. 155 جنيه يا جماعه. 155 جنيه. والكميات من هنا للكتكات موجود. تمام. شغال يا باشا.
بص حاجة زي كده هوريك كام لقطة هيجننوك النهاردة. بكام يا باشا؟ ب 250 وانا اقول لك ب 220 اقول لك ب 195 جنيه شغال. 195 جنيه شغال يا باشا. تمام. بص يا باشا الوان كل ده ب 195 جنيه. تمام. قال لك الروقان لناسه مكتب الاخلاص هو اساسه ب 220 جنيه. 220 جنيه كله لحد 4 اكس يا محمود. موجود يا باشا مع صدقه كلها. تمام. بص كده. بص دي حلوه قوي دي برضه ب 230 جنيه. دي ب 230 جنيه. ستان ملسق. ستان ملسق. الكوري ما بيلزقش على الجسم هو ستان اسمه ستان ملسق. تمام. تمام. قلنا بكام دي؟ قال لك مش هنعرضها ب 300 ولا 350 انا جاي اقول لك ب 230 جنيه. 230 جنيه يا جماعه ستان في حرير. كل الاسعار القديمه يا ريت اللي يشوف الفيديو ينزل على طول يا جماعه عشان دي اسعار قديمه. تمام. تمام. قبل ما الكميه تخلص كل ده ب 230. في منها مستردة وجنزان وانبيتي وبني وسط الوانها كلها متاحة ان شاء الله. تمام. ب 185 جنيه بعد 220 جنيه. بصوا ب 185 افرد لنا المنين يا محمود. بصوا كل ده ب 185 تلبس من 100 ل 120 جنيه. 185 جنيه. 185 جنيه. تسلم ايديك لحد 4 اكس. تمام. ايوه حلو قوي تسلم ايدك. الله بصوا كده معانا. قال لك بيقول لك مكتب ده مكتب الاخلاص ده راجل حساس وبيكس كل الناس. بكام يا وحش؟ ب 350 جنيه بعد 480 جنيه. 350 350 شغل جنيه. شغل استرس يا جماعه عشان يبقى معانا. شغل وسط البلد شغل برندده بقى. ب 350 جنيه. 350 جنيه. تسلم ايدك ده شغل استرس كله تحفه. قال لك انت بتقول فاضي ومشغول صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تمام. وتنفع منتقبات سوارهات قوي. بصوا كده معانا برضو. مرحبا زي كده. تمام. مكتب الاخلاص لناسه. وهو لو مره كل انسى يا باشا ايه استنى لنا قرب لنا يا محمود كده. 250 جنيه ملحفه القمر دي يا جماعه ب 250 جنيه حرير. 250 جنيه يا باشا حلو قوي دي برضه. تمام. وجديده دي داخل فيها جاكار كله جديد يا باشا. كل الشغل جديد عندي حاجه زي كده. اه دي حلوه قوي المطرزه دي يا جماعه تحفه دي. ايه الجمال ده؟ كام دي معايا؟ بقى 6 اكس و7 اكس و8 اكس و9 اكس و10 اكس. كام وانت فارد ده كده؟ 390 جنيه لحد 10 اكس ب 390 390 جنيه لحد 10 اكس يا جماعه ب 390. تمام يا غاليه. تمام تسلم ايدك يا محمود. شغل الصلاه على النبي. حلو قوي قوي. شغل طلعت حرب. تسلم ايدك. 390 جنيه 390 لحد 10 اكس. شغال. تمام. عايز اقول لكم الحته اللي فاتت التطريزه تحفه. عندي حاجه زي كده. واو تحفه قوي قوي قوي. سيمبل هاديه الشغل بس في الكم. بص هدي تفاصيل كده حته غاليه. بص الكم يا جماعه اديني تفاصيل الحته كده يا استاذه. حلو قوي قوي. بص كده يا جماعه. بص سوسته حلو قوي. سوسته بفضل الله. انا عايز اقول لك الشغل تقيل تقيل قوي. وداعا للغوايش. احنا بص ده بدل الذهب. بص يا باشا اهو حلو قوي. كام دي يا محمود؟ دي عامله 320 جنيه. دي ب 320 جنيه يا جماعه تحفه. تمام. بالنسبه لاسعارنا احنا ما غليناش حاجه. ما شغلنا على الاسعار القديمه. احنا ما غلناش حاجه. العباب بتوصل 800 و900 جنيه بره. انا جاي اقول لك ب 310 320 وب 130 جنيه. والثلاثه ب 100. والثلاثه ب 100. تمام. عندي حاجه زي كده. حلو قوي دي برضه. قال لك اللي فات مات واللي جاي براندات. تمام. شغلنا ب 250 جنيه. ب 250 جنيه. لونين اللون ده واللون ده. اللون ده بتاع تحفه. كل ده ب 250 جنيه. 250 لحد 4 اكس برضه. لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 250. شغال يا غالية. معظم العبايات يا جماعه 4 اكس اقل حاجه 3 اكس. حاجه زي كده بلدي ب 275 جنيه. دي ب 275 دي شدادين من الجناب. شدادين يا باشا هم. ب 275 جنيه. وقال لك الكميات من هنا للكتكات موجود. تمام. شغال. تمام يا محمود. بص يا غالي. دي كانت ب 480 جنيه كسرنا سعرها النهارده ب 300 جنيه. 300 جنيه دي حرير يا جماعه كلها ب 300 جنيه. حرير تعبان يا غاليه ب 300 جنيه. انا عايز اقول لك الكم عليه شغل حكايه. دي تفاصيل الحته كده. الجمال ده الجمال ده حلو قوي. شغال. تسلم ايدك يا محمود. شغل الصلاه على النبي. تمام. شغال. بص كده معايا. حلو قوي دي برضه. ده لون. ده لون. تمام. هي كام دي الاول؟ وده لون. وادي لون. تمام. تمام. وده لون. وادي لون. وده لون. تمام. قال لك فاضي ومشغول صلى على الرسول. بقى بعد 380 جنيه عملنا عليها عرض النهارده ب 230 جنيه. وكل الحزام تبان من ورا كده يا باشا اهو. بصوا وسعها يا جماعه. قال لك الروقان لي ناس ومكتب الاخلاص هو اساسه ده ب 280 جنيه. ب 230 اربع الوان يا جماعه. ب 230 سوري. ركز معايا في الكلام. بصوا ب 230 جنيه يا جماعه اربع الوان. اربع الوان. اربع الوان يا غاليه. ادي لون. تمام. اتنين. كل ده ب 230 جنيه يا جماعه. يا الخمسه بس معلش. تمام. ب 230 وعشان نبارك للاستاذه عشان الدرع الجديد ب 230 جنيه. ب 230 جنيه وبس يا جماعه. شيل طمان كده كده يا باشا. تمام 230. بصوا كده. بصوا الجمال ده. بصوا الجمال ده. بص يا غاليه.
بص الكم يا جماعه النهارده دي زي ما جيت الساعه 11 هتمشي الساعه 11 برضك. بصوا كده شغال تمام ب 275 جنيه ب 275 يا جماعه. دي اللي هي المشعره مشعره كلها ب 275 دي جديده قوي كام استغات 120 كيلو. بصوا كده معانا ب 275 275 جنيه تمام. تسلم ايدك تمام يا محمود. حاجه زي النبي امريكاني. بصوا ده كله حراري يا جماعه فيني عند الطبيب واحد بس. بصوا كده غمض عينيك. بصوا الجمال ده قال لك بيقول لك هو زي ما هو ده لون اتنين كام سعر طيب عشان ناخد سكرينات تمام. بدل 480 جنيه كسرنا سعره ب 300 300 حرير من 2 اكس ل 6 اكس لحد 6 اكس ب 300 تمام اهو لحد 6 اكس ب 300 يا جماعه كل ده حرير ب 300 جنيه اهو لحد 6 اكس بالوانه 6 اكس يا غاليه ل 6 اكس حرير بالوانه ب 300 جنيه. اللي عندها عروسه الصحات تقول لها مكتب الاخلاص جاب عليها وطيه ب 300 جنيه حرير الوان. بصوا كده يا جماعه 3 ب 100 موجود ده ب 300 وفي 3 ب 100 تمام. تسلم ايدك 300 وال 3 ب 100 يا جماعه. بصوا ده ايتن مصنع ايتن ولا الموديل ايتن ما هو ده حلو قوي قوي ده اللي فيه ده كنار حته رايقه. بصوا بصوا حلو قوي ده ومقاس كبير مقاس لحد كام اكس ده 5 7 اكس لحد 7 اكس ب 360 جنيه ل 7 اكس ب 360 جنيه. طب والله العظيم حلو قوي انا بقرب لكم بس نشوف التفاصيل لحد 7 اكس ب 360 طبعاً. كل ده حرير يا جماعه والاسعار دي لسه القديمه. اه ده دريس رسمي ده دريس يا ده حلو قوي 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 ده بص يا باشا ده جاكار كله يا جماعه. انا عايز اقرب لكم بس كده قرب لي يا محمود كده القايمه اتفضلي يا غالي. بصوا جاكار واخده كورنيش من هنا كالوش حلو قوي قوي تمام. كام دي يا محمود؟ دي عامله 370 ده 370 لحد كام اكس ده؟ ده لغايه 4 اكس لحد 4 اكس موجود. ارفع لنا ناخد سكرينات ب 370 لحد 4 اكس تمام. تسلم ايدك. بصوا برضو ده حرير لما اقول لك الراجل ده اتجنن هيقول هيسكت. لا لا هو مش هيسكت هيسكت. لا بكام يا محمود؟ بكام يا غاليه؟ بكام يا باشا فرحه العمر يا باشا؟ 320 320 جنيه هيسكت. 320 320 جنيه 320 لحد كام اكس؟ 3 4 اكس لحد 4 اكس حرير ب 320 جنيه. ده كريب يا غاليه هو فاضل قريب كده في الحته. اه ده كريب يا جماعه بس اللي شفناه الاولاني حرير حرير صح كده؟ ده كريب ب 320 تمام. بص يا باشا بصوا كده معايا قال لك شغال الجمال ده اللي فات مات واللي جاي خطر على العيال. امسك يا غالي تفاصيل الحته. بصوا يا جماعه بالطرحه حلو قوي مصنع كابتن ابو ياسين علامه مسجله في السوق ب 480 جنيه كسرنا سعرها ب 285 جنيه. 285 جنيه يا جماعه لحد كام اكس؟ لغايه 4 و5 اكس لحد 4 و5 اكس. شيل لنا الطرحه جوه الدنيا يا محمود. بصوا يا جماعه بصوا بصوا التطريز لحد الاخر 2 متر في متر عرض تمام وقلنا ب 285 285 جنيه. تسلم ايدك 285 لحد 4 اكس برضه لحد 4 اكس يا غالي تمام. عندنا المقاسات كلها كبيره يا جماعه عندنا حاجه زي كده الجمال ده حلو قوي دي برضه. دي اسمه ايه؟ الجمال لناس ومكتب الاخلاص هو اساسه. كام دي يا محمود؟ دي عامله 295 جنيه 295 جنيه تمام. طب والله حلو قوي. الجمال ده لناس ومكتب الاخلاص هو اساسه 295 285 جنيه 285 تمام يا غاليه. سوري يا جماعه 285 7 8 اكس يا باشا تمام تمام. تسلم ايدك. هو الاخلاص زي ما هو ب 260 جنيه 260 ب 260 جنيه. بصوا تلبيس مقاسات يا جماعه كل ده على 260 جنيه ورق قدام ب 260 الشغل ورق قدام زي ما انتم شايفين كده على 260 جنيه تمام. الابيض ده بيتغير ولا ايه يا محمود؟ يا باشا لون الورده الابيض والكنار ده ابيض بس ابيض بس ابيض على الابيض عشان النيه بيضة تمام. تسلم ايدك 260 حته والصلاه على النبي. النهارده مصنع الراوي السالم 400 جنيه كسرنا سعرها ب 380 دي ب 380 جنيه يا جماعه. بصوا كده بصوا ده شكار ده شكار منقوش يا باشا تمام. سوسته طرحه 380 جنيه. طب والله العظيم عايز ايه تاني؟ كل ده ب 380 عايز ايه؟ اقول لك عرض بقى في وسط البلد ب 450 جنيه جاي اقول لك 380. بصوا 380 جنيه حاجه كده الشكل لحد كام اكس يا محمود؟ 30 جنيه مش 380 330 يا جماعه. معايا ولا معاهم؟ لا مع الناس طبعا. الله يبارك لك. 330 حبايبي على راسي كل ده ب 330 جنيه يا جماعه لحد كام اكس؟ لغايه 4 اكس لحد 4 اكس. تسلم ايدك حلو قوي وتنفع درس قوي يا جماعه خروج كمان. قال لك شغال يا باشا. بصوا كده الجمال السلطان يا غاليه السلطان شغال الجمال ده. كام دي يا محمود؟ كانت ب 295 جنيه ودلوقتي خسرنا سعرها يا سيدي الكل ب 250 جنيه. افرد لنا الكم كده يبان. بصوا الجمال ده كله ب 250 جنيه كم ده حرير الشغل غالي تمام ب 250 لحد 4 اكس برضه يا محمود 5 اكس السلطان. لحد 5 اكس سلطان 5 ايه الجمال ده؟ قال لك شغال شغل اهرامات. بصوا كده معانا كام ده برضه يا محمود؟
دي عامله 290 جنيه دي برضو ب 290 جنيه تمام كل ده لحد خمسة لغايه 5 اكس تمام بصوا الجمال ده يا جماعه حلو قوي قوي الحصيره الحصيره كام الحصيره وانت سايبها كده 290 جنيه 290 جنيه دي الحصيره يا جماعه ب 290 جنيه مقاسات لحد كام مقاسات لغايه 5 السلطان كله خمسة. كله لحد 5 اكس تمام عندي حاجه زي كده ب 290 جنيه دي ب 290 قال لك اللي فات مات واللي جاب راندات كل ده معانا ب 290 جنيه والله العظيم تحفه ربنا يكفينا شرها يا رب 290 جنيه تمام عندي حاجه زي كده 290 دي برضه ب 290 انا شغال والله العظيم شغال حكايه ب 290 تمام 290 جنيه غاليه كل ده معانا ب 290 جنيه كل ده شغل السلطان سلطان ب 290 حاجه محترمه شايف الدار عامل ازاي ده الدار بتاعه كمان يا جماعه تطريز كل ده ب 290 290 جنيه تمام. انا شغال ب 285 جنيه ب 285 اي كل ده ب 285 يا جماعه 280 جنيه تمام شغال. دي جاكار في حرير بص يا سيدي الكل عندي حاجه زي كده ب 290 دي برضه ب 290 انا عايز اقرب لكم بس بصوا القمه عامله ايه الحته لا والحرير تحفه تحفه ده عامل زي قطرات الندى صح؟ اه يا باشا صح كده؟ استنى اما اخد سكرين طيب انا جايه لها كل ده معانا على 290 جنيه برضه لحد 5 اكس تمام تمام وهنرجع نقول الثلاثه ب 100 الثلاثه ب 100 بادئين مع بعض الثلاثه ب 100 عباية خروج شايفه؟ شايفه الخمسه عامل ازاي؟ حلو قوي 290 285 285 280 الدرع بتاع ال 100000 280 280 280 يا جماعه ضايع ضايع تمام بص يا غالي عندي حاجه زي كده الملحفه دي جميله قوي بالعقد دي جديده دي بالعقد ايه الجمال ده دي 3 جي 3 دي تمام 270 جنيه قلنا بكام 270 270 بصوا كده معانا بصوا الجمال يا جماعه 3 جي ب 270 جنيه شغال. طب والله حلوه جدا جدا تسلم ايدك 270 وعايز اقول الالوان بتتغير ال 3 جي بتاعتها الوانها كلها بتتغير تمام قال لك اللي فات مات لسه اقول اللي فات حاجه تانية واللي جاي حاجه تانية محمود سبقني بص يا باشا بص اللي فات كلام واللي جاي كلام تاني خالص بص يا باشا الكلام على وجع قلبي بصوا الجمال ايه الجمال ده يا جماعه القطيفه الخروج القطيفه الخروج النهارده ب 480 جنيه عند اميره الذهب والكلام ده انا عندي ب 310 310 310 مش موديل ولا اتنين ولا تلاته لا عندي ده من تسع موديلات قطيفه ب 310 يا جماعه الشياكه مقاسات لحد كام يا محمود؟ مقاسات لغايه 4 اكس و5 اكس لحد 4 و5 اكس حماده واللي جاي حماده تاني خالص بصوا الجمال ده ملحفه استنى اما امسك قصادك بس كده لفلنا كده بص يا جماعه ملحفه قطيفه عامله كام؟ يا بخت اللي هياكل عيش ب 310 ملحفه قطيفه يا جماعه عامله 310 310 الجمال ده تلبيس كبير يا جماعه حلو قوي قوي تسلم ايدك بصوا أوه. كده ايه الجمال ده ايه الجمال ده 310 والله العظيم تحفه ملاحف قطيفه يا جماعه ب 310 رزق العرايس والحبايب قال لك الكميات من هنا للكيت كات ب 310 ملحفه حرير يا جماعه 300 تمام حلوه قوي قوي 310 والله العظيم شيك ايه الجمال ده بص يا غاليه ده ملحفه سوسته للاخر ملحفه يا باشا سوسته من اول للاخر بكام 310 310 لف لي كده شويه يا محمود اهو كل ده يا جماعه ملحفه سوسته الاخر ب 310 قطيفه 310 الجديد كله يا جماعه تلاقوه عند محمود والله العظيم بجد تحفه بصوا معانا برضو عامل كام ده يا محمود 310 كل ده ب 310 يا جماعه بصوا 310 310 اللي صلى على النبي يكسب عشان صلاه النبي كلها عليه الصلاه والسلام كل ده ايه والملحفه ايه الملحفه يا جماعه ب 310 تمام شغال ملحفه قال لك الكميات من هنا للكيت كات ب 310 بص الموديلين دول تحفه قولوا رايكم في الكومنتات حلوه تمام كل ده ب 310 يا جماعه قطيفه قال لك شغال دي. الكميات من هنا افرد لنا الاثنين بعاد كده عنك يا محمود يا باشا بصوا كده الملحفه كل ده معانا ب 310 زي ما انتم شايفين تمام كله ب 310 الاخلاص بالفضاء ومشغول صلى على الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه بصوا معانا برضو الملاحف القمر دي انا بمسك الملحفه شوفوا ساعه بصوا الجمال في الفرد بتبان قوي عامله كام دي 310 310 دي حرير يا جماعه حقيقي يا غالي تمام 310 الملاحف لسه بسعرها يا جماعه ما عليتش بص يا باشا بصوا كده معانا 310 الجمال ده بصوا كده التفاصيل 310. حلو قوي قوي كل ده معانا حته يا غالي بصوا تحفه كل ده ب 310 حاجه زي كده اه دي برضه حلوه دي عمنا بصوا كده عامله كام 370 جنيه جبت 370 جنيه برضه يا جماعه تمام الشغل الجديد كله لسه جاي يا جماعه بكيسه بصوا يا باشا بصوا كده بصوا الجديد كله لسه جاي ب 450 كسرنا سعرها ب 330 ده الجديد كمان 330 جنيه
بص انا برجع لكم تيجي العبايه كلها. بصوا كل ده معانا على 330 جنيه 5 اكس. طب والله العظيم حكايه. بصوا تطرزه قال لك حكايتك 330 جنيه تمام بالوانها بالاسود كمان بني والاسود كل الوانها موجوده كل ده موجود يا تمام. جماعه تمام استنى نقول لكم الشغل الجديد اللي لسه جاي تمام كل ده معانا على 330 جنيه. بص الشغل لسه كله باكياسه زي ما انتم شايفين كده. قال لك شغال 330 جنيه برضو كل ده ب 330. لحد كام اكس يا محمود؟ لغايه 5 يا باشا 5 اكس. قال لك ده السلطان 330 جنيه تمام 330 لحد 5 اكس يا جماعه. الوانها كلها رسومات الوانها كلها موجوده على 330 كل ده الشغل الجديد. بصوا الجمال يا جماعه ب 330 لحد 5 اكس موجوده كل الوانها. بصوا الوانها كلها متاحه ولسه في شغل جديد برضه. بصوا كده معانا قال لك شغاله است كل. بصوا كده الجمال ده يا جماعه كل ده لسه جاي. قال لك بتخلص الشغل ده جاي من المصنع حالا يا جماعه. عرضنا ما بتخلصش يا باشا 330 330 جنيه وخلي الصلاة على النبي يكسب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل ده ب 330 لحد 5 اكس يا جماعه. قال لك بص يا غالب 330 جنيه برضك اهي ملحفه ب 330 بالوانها البني بتاعها تحفه ب 330 330 جنيه عشان خاطر يوميات مكه. كل ده ب 330 300. بص البليسيه ب 300 جنيه شغال. دي بليسيه يا جماعه تسلم ايديك تمام 300. قال لك بص يا وحش 250 جنيه. بصوا دي تعتبر كلها ساده ب 250 جنيه تنفع منتقبات قوي تمام. ده عامله زي الاسكوبا تقيله شغل بالصلاه على النبي ب 330 جنيه. بصوا كده الجمال ده ب 330. لا ده القم كل الشغل كله في القم كل ده ب 330. الشغل كله على التليجرام يا ست الكل. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وقناه اليوتيوب بتاعتهم بينزلوا عليها شغل 300 على طول يا جماعه. كل ده ب 300 دوبل كراش ب 300 تمام. هي ملسعه من فوق وساده من تحت ب 300 تمام. ايه ده الحلاوه دي؟ عايز اقول لك ده شغل الترندات يا جماعه. لا استنى يا محمود استنى ده ستانات تحفه. بص يا جماعه ب 310 الشغل الجديد كله تمام 310. بص يا غاليه 330 دي ب 330 جنيه. بصوا كده بتطريز ب 330 والثلاثة ب 100 والثلاثة ب 100 بس مش دي يا جماعه اللي شفناها في الاول. بص يا الثلاثة ب 100. بصوا كده معانا 270 دي معانا ب 270 جنيه حلو قوي ب 5 اكس يا جماعه 270 4 و5 اكس 4 و5 ب 270 270. قال لك بص بصوا اللي جاي ده برضه البراند ليه ناس ومكتب الاخلاص هو دي ساده ده براندات يا جماعه. كام دي يا محمود؟ 325 دي ب 325 دي براند ساده تنفع معانا منتقبات قوي يا جماعه ماشي. حلو قوي قوي تسلم ايديك تمام. بصوا كده معانا برضه دي بشداد قمر حكايه دي والكم بتاعها برضه عشان يبان معانا. بصوا الكم 325 دي ب 325 جنيه تمام تسلم ايديك. بصوا كده معانا برضو دي حاجه تانية دي نازله على كلوش كده وبليسي من فوق وريحه واخده بالك. بص حلو قوي شداد بليسي يا جماعه في ساده والكم بليسي خامة وريحه. طب بص اهو والله 330 دي ب 330 جنيه تمام. اعذرا انا المكان ضيق قوي يا جماعه. بصوا هنا ايه الجمال ده؟ لا ترجع لي لورا يا محمود سن. بصوا الجمال ده يا جماعه ب 300 جنيه حاجه زي كده ب 300 دي عظمه دي تمام تمام تسلم ايدك. مقاسات برضو لحد 4 و5 تمام. بصوا دي جاكار في حرير وعامله كام برضو يا محمود؟ 265 جنيه دي ب 265 جنيه تمام. جاكار في حرير تمام. بص دي 260 260 بالوانها كل ده ب 260 جنيه تمام تسلم ايديك 260 برضو. المقاسات يا محمود ال 4 و5 صح؟ ان شاء الله 3 4 5 يا جماعه كل الموديلات. ده دريس رسمي ده 300 ده ب 300 جنيه الدريس ده ب 300 تمام. تعالي يا غاليه بقى كده معايا نكمل مع بعض جوه بقى في بقيه الاوض. بصوا بقى ده الشغل الجديد كله الشراشيب الجديده كلها 390. لا افرد لنا الكلوش بس كده يا محمود. بصوا يا جماعه دي معانا بكام؟ ب 390 ب 390 هات لي وشها يا محمود تبين ب 3 ب 390 مش عارفه اصورها يا محمود. بصوا ب 390 جنيه حلوه جدا دي ب 390 تمام. ب 75 بصوا ب 275 شغال تمام يا محمود. كل ده مقاسات يا جماعه انا بوريكم بس موديلات والتليجرام هتلاقوه في اول تعليق. ده بكام؟ 230 الحته اللي فوق الوان برده بتتغير 330. بصوا كده معانا كل ده ب 330 ظهر ووش الشغل 300 ده معانا ب 300 جنيه دريس ده ب 300 تمام. العقد الملحفه العقد الملحفه العقد كامل ملحفه العقد دي عامله 320 وكسر سعرها ب 275 275 جنيه الملحفه العقد تمام.
بصوا احنا ماشيين كده معاكم ب 195 جنيه تمام تسلم ايديك. 330 بصوا كده معانا سوارات يا جماعه ب 330 جنيه شغاله يا كل ده ب 330. اعذرونا المكان ضيق بس وبحاول على قد ما اقدر اوريك. 350 بقت 250. لا استنى لي بقى دي بكام دي؟ تعالى في الوثائق كده. بصوا دي معانا ب 250. بصوا ب 250 جنيه يا جماعه. اعذرونا بس والله المكان ضيق بس مش اكتر. تمام 85. بصوا كده ب 285 جنيه اهي كل ده ب 285 شغاله. تمام يا محمود. السوارهات استنى لنا بقى. ايه ده ايه ده ده انت مدلعهم خالص يا محمود. 300 جبت 300 جنيه ورينا ظهرها كده. كل ده معانا ب 300 جنيه سوارهات بالوانها من 2 اكس ل 4 اكس لحد 4 اكس وفي الكشمير والاحمر وفي الوان ثانيه كتير. بصوا هنكمل معاكم برده كده. عايز اقول لكم ان في موديلات كتير بعديها لاني استحاله اجيب لكم الشغل الموجود في المكان كله. فانا احاول على قد ما اقدر كده ايه نعرض لكم هنا مكان تاني. 220 اه دي كلها ملسعه ب 220 اظن ب 220 كل ده ب 220 ان شاء الله. تمام حاجه زي كده تمام 300 دي ب 300 جنيه ايه؟ بصوا عبايه زي كده يا جماعه دي كله ب 300 جنيه 300 تمام. صصه من الاول للاخر للاخر تمام ب 300 جنيه. الوان برده منها مش الذهبي بس ان شاء الله. بصوا كده معانا الجمال ده تنفع امهاتي قوي دي. اه كام دي برضه يا محمود؟ دي عامله 320 جنيه 320 مقاسات كبيره ان شاء الله. تمام 275. بصوا كده معانا ب 275 كل ده معانا ب 275 جنيه ايه. تسلم ايدك. تمام بصوا قال لك كيداهم واللي جايباهم صرفاهم كيداهم اهي عامله كام؟ بص ايه كيداهم فعلا 305 دي ب 305. بص الملحفه دي يا جماعه عامله 305 واللي صلى على النبي يكسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو لسه مكملين الفيديو انزلوا بقى في التعليقات وحدوا الله وصلوا على النبي ولايك حلو للفيديو. انا عندي اشتعال كده يا باشا. بص كده احنا كل ما ننشف مكان ما شاء الله اللهم بارك والقطيفه في شغل منه كتير جدا. العبايات القطيفه بصوا كده معانا معلش كده تعالي لي بصوا بصوا تعالي لي الدرسات والعلويات بصوا بصوا شغل بالصلاه على النبي اللهم بارك. بصوا لسه جديد ما فتحش برضك في شنط كتير يا جماعه. المكان بس المساحه فيه ضيقه بفضل الله كل يوم جديد في جديد. تمام يعني بفضل الله كل يوم جديد في جديد. تسلم يا محمود. قال لك الاخلاص بالفضل ومشغول صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك. تعبتك معايا وشكرا جدا يا محمود. النهارده عند الاخلاص يا جماعه العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور حالا وهسيب لكم كمان لينك التليجرام في اول تعليق ولينك قناه اليوتيوب الخاصه بيهم ولينك التيك توك كمان كل ده هتلاقوه في اول تعليق مثبت. بحبكم في الله. ما تنسوش لايك وشير وتنزلوا في التعليقات توحدوا الله وصلوا على النبي كده ولايك حلو للفيديو ده واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى لعنوان يا حبايب قلبي. احنا واقفين فين؟ احنا واقفين في شارع الجيش. هتنزلوا محطة مترو العتبة وتدخلوا شارع الجيش. شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. هتمشوا مسافة صغيرة مفيش 30-40 متر هتلاقوا محمد حسين بتاع اليميش. الشارع اللي جنبه ده على طول اسمه دخلة الشوازلية. الدخلة دي كمان بتوصلكم على مول القدس وهوصلكم لحد مكتب محمود بالتفصيل. هنفضل ماشيين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده. الشارع ده هتلاقوا بقى ملابس بيتي على اطفال على مفروشات كل حاجة هتشوفوها معانا. هنفضل مكملين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا محل المفروشات ده كده. هنكمل بعده كمان وهيقابلكم كمان قمر على شمالكم. عملنا منه كذا جولة حلوة جدا للكاجوال واسعاره حلوة. هنفضل ماشيين لحد العمارة اللي في الوش دي وندخل من الممر اليمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. ممر اليمين ده على اوله ده مكتب كل يوم جديد بتاع الكاجوال. انا بديكوا علامات مميزه. هنطلع كده من الممر ده. الممر ده فيه الحاج صلاح درغام عملنا منه جولات حلوه برده. هنفضل مكملين بعد الممر على طول لا نحو الشمال ولا يمين. هنعدي كمان كده زي ما انتم شايفين على اسيا كيدز. اسيا كيدز اللي على شمالنا ده قدامكم الاطفال ده عملنا منه فيديو حلو قوي ولبس حلو جدا. هنلاقي بعد مول القدس. هنكمل بعد مول القدس البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه وهنكمل بعدها على طول مش هنحود. بعد مول القدس على طول عماره العوامري هتلاقوا مكتوب ممر تجاري. هندخل في الممر ده زي ما انتم شايفين كده. انا بوصلكم لحد المكان بالتفصيل. هندخل في الممر ده وملناش دعوه باي مكاتب خالص. هنلاقي المكتب بتاع الاخلاص. بصوا حماصه واقف على الباب ده المحل تحت. بصوا زي ما انتم شايفين كده هتيجوا للحج هيطلعكوا كمان لحد فوق. حابين تطلعوا كمان لمحمود ده المكتب المحل تحت اهو وهطلعكوا كمان المكتب لحد فوق. هنطلع السلم ده لحد الدور الثالث زي ما انتم شايفين. هنكمل معاكم كده لحد ما اوصلكوا فوق لحد المكتب. بصوا هيقابلنا برده محلات ثانيه كده في الطريق واحنا ماشيين. ده اول دور طلعناه وهنكمل كمان تاني دور ده بيبقى فيه المسجد زي ما انتم شايفين. هنكمل بعد المسجد على طول ده العرض بتاعهم على فكره. هنكمل هنا بقى
بعد العرض هتلاقوا محمود واقف على ايدكم الشمال على طول، عشان في مكتب تاني يمين. احنا هنخش مكتب الاخلاص اللي على ايدنا الشمال ده، ده اللي عملنا منه الجوله النهارده، وهتاخدوا منه العروض الموجوده في الفيديو بنفس الاسعار. هسيب لكم كمان لينك القناه بتاع اليوتيوب بينزل عليها شغل على طول جديد، هسيبه لكم في اول تعليق ان شاء الله، وهسيب لكم رقم للاستفسار او التواصل او تسالوا على اي حاجه، هيفضل معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.